26 مرحبا اخويا. واش ياك كلشي تيهضر لا لا خطيكم 1600 درهم ديال الدرويش دابا هادي شحال 25 السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كون اخوان السوق خميس تم حديث بتاريخ 30/5/2022 تبارك الله اللهم بارك. متنساوش الاخوان بالنسبه للناس تتفرج معنا تخلي لنا شي كومونتير والناس اللي تتفرج اول مره تابونا معنا تحياتي للجميع اخوان. يعني بدنا معكم مجهود كبير البارح كنا في تطوان واليوم صابحين معكم سوق تيم حديث. ما تبخلوش علينا الاخوان الناس اللي تتفرج تفاعل معنا في القناه تحياتي للجميع اللهم يسر. شوفوا هاد البركه هادي خروف الاخوان هذا واجد العيد ديال الدرويش تبارك الله اللهم سخ. شحال سامعين هنا خالي؟ 21 اخويا 21 1050 درهم تبارك الله. هذاك السابي خالي ياك؟ السابي ما يديش دابا العياد يدي العياد نقي تبارك الله. خروف سنا الحليب نقي ديال الدرويش تبارك الله. ازريكي دعا راعي الغنم الله يرحم الوالدين 1050 درهم فيسبوك واليوتيوب يا خطيك من بلاصه غير هنا غير تيم حضيت ولا غير تيم حضيت تيم حضيت الله يرحم الوالدين. خروف ديال الدرويش الاخوان تبارك الله اللهم بارك 1050 درهم الاخوان جاي سيد تيشري عنده مازال تيعطيه 1050 درهم اللهم يسر. السلام عليكم ايت حمزه ايت تسارت تحياتي للجميع. 36 36 جمله جمله ها اديهم كاملين ب 36 يا حيا حيا هذيك الباب باينه 21 هادشي ايت حمزه ايت تسارت 1050 درهم تبارك الله الله يسخر. داز العيد هذا ياك ديال الدرويش ديال الدرويش ما دايش ما وصلش الشهور هذا ديال العيد ماشي دايز راه فايت الشهور دايز الشهور ها ما فايتهاش ودابا انتم بيناتكم ما عرفتش خمس شهور ونص عند هذا خمس شهور ونص ديالك سارحوا الله يرحم الوالدين باش نكون واقعي دابا خص تحيد التقليد عليك هذا دابا ديال الكساب غير اللي بغى يكسب مور اللي بغى يكسب مور العيد العيد الجاي ان شاء الله باذن الله لا يخطيك ما تصورنيش انا صورتك ومشيتي معاها غادي تدعيني تنفرك انا الرمانه لا لا يخطيك المهم هذا الاخوان لاحظ داك لا يخطيك المهم هذا الاخوان قال لك ما دايزينش العيد حيت ما واصلين 6 شهور سارحهم بيديه 21 اخويا عندهم 5 شهور اونس اللهم يسر. شوفوا هذه تبارك الله هذه راه واجده العيد 100% السلام عليكم الله يسخر. هذه سنا الحليب اخوان ها؟ سنا الحليب شحال عطاو فيها؟ 30 1500 درهم تبارك الله. تتعرف وتتسرح ولا مربوطة؟ مربوطة اللهم يسير. شحال قلتوا لها؟ اي المهم قول لي العلف غالي راه مشيتوا معاها غير على قد الحال. ما يدورش الله يرحم الوالدين. شحال قلتوا لها البيع؟ ها؟ شحال باش قطعتوها شحال تقولوا لها البيع؟ 50000 50000 ويلي عندك كاين هما الكرونو لويلي الكرونو قول 50 انت قلت لويو الكرون ياك الله يسلمك خليت انتم ماشي كروني لويو اللي مشى علي درتو فينا لي جهراس واش بغيتي؟ وزع الحمد لله الناس تجي من هنا سوق سيم حديث اليوم راه تبلوكا عمر لا كاين الثمن ها والله الا كاين ولكن اليوم تبلوكا والله الا كاين الثمن كاين الثمن يجي الله تيسي الو الله يسخر لكم الله يرحم الوالدين الله يخطيكم 1500 ما قلتيليش شحال البيع 32 32 1600 درهم البيع الله يخطيك الله يكون في الخير الله يدير الخير الله يعيدوا كل شيء الناس كاع ان شاء الله لا الخروف ديال الدرويش موجود الحمد لله كل واحد الله يسهل عليك الله يخطيك الخير موجود كل شيء غايعيد كل شيء غايتباع كل شيء كل شيء الله يجعل السلامة هذا ما كاين اللهم يسهل. شوفوا هذه الاخوان تبارك الله الزوجة هذه شحال عطينا خلينا فهد شحال؟ 30 1500 درهم 1500 شحال قلت لهم البيع اخو؟ 45
2250 درهم باش قطعهم الله يسهل. 1500 يعطى الصق قطعهم 45 2250 درهم. شحال عطيني انا خالينا؟ 28 1400 درهم 1400. شحال قلت لهم البيع خالي؟ 30 الله يسهل الله. 1500 باش قطعهم الله يجيب تيسير. سوق الخميس تيم حديث الاخوان وهذا تحياتي للجميع. ما تنساوش الاخوان لسه تفرج معنا تفعل القناه تخلي لنا شي كومونتير اللهم يسر. شوف تبارك الله الحوال هذا الاخوان تقريبا بقات 10 ايام على حساب عيد الاضحى المبارك. والسوق ديال الاطلس اللي معروفه تبارك الله بالبرقيه راه موجوده مليح موجود تبارك الله. شحاطين لنا خالي؟ 36800 درهم السمونيه تبارك الله زين الله يجيب تيسير. شحال عطاوك في هذوك الراي شحال؟ 33 1650 درهم الله يسخر. مين بصل المرقي داخل هذا؟ لا رحمه الله عين النقرة عين النقرة غينا الله يسهل الله. هذه 1650 درهم 33 اللهم يسر. تحياتي لجميع الاخوان اللهم يسر. نعجة تبارك الله موجودة. شوفوا هذه تبارك الله هنا موجودة مليحة تبارك الله اللهم يسر اللهم بارك. مليح ديال الخرف شحال عمينو هنا شحال؟ شحال عطينا خويا؟ 33 جملة هادي واحد 33 1650 درهم. المرقد منين؟ ها؟ منين بلاصة؟ تحت محطيط الطريق ديال كيكو اي كيكو كاع كيكو اي حمزة اي تصرت تبارك الله استعديت كيكو الاخوان مليح. كانت كيكو واحد الايامات معروفة سلعة ناقصة دابا ولات دخلات الله نوك كلشي غير من ها؟ عام العلف كلشي غير من العلف دفع الخنشا و دفع الخنشا ويعطيك وتعطي تعطي المنتوج الله يسهل الله. هادو دابا ما تيخرجوش غير تيعلفوا حتى يخرجوا شي حتى يخرجوا 33650 درهم تبارك الله. شحال قلت لهم البيع شحال؟ انا قلت لهم 36 36800 يجيب الله تيسير ياك يا مولانا الله يسخر اخوان الله يرحمهم مليح تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر 1800 باش قطعوا الله يسخر تبارك تبارك الله اللهم يسر. نشوفوا البركه هذه هنا هون الاخوان نشوفوا ديك السلعه اللي سولنا مولاها باش يصور معنا ديال الاخ عبد القادر. عبد القادر ما غاديش يدخل علينا اللهم يسر. عمي عقا لاباس عليكم كلشي بخير الله يسخر كاين المليح تبارك الله. شحال واش بقى عمي عقا؟ 174 تبارك الله 170 فرانك 1700 درهم. شحال قلتي لها عمي قلبي؟ عطيني 198 كاين شي تيتون هذا العام ولا وين؟ خويا واحد الان مازال ما بينش البلاد مازال ما عنديش انا تيتون دابا غير ياك والله ياك ان شاء الله. خويا هذا العام كاين شي تيتون ما الثمن كاين ودوك الناس راه ما غاديش يفهموا ديك اللغه كل شيء الله يجيب الله تيسير. ايوا صافي مشيت صحابي كاع مشيتي مشيت عاد جيت ياك اسيدي اه خديت وبداو الناس بداو تيدخلوا بداو الناس كيدخلوا اه بداو تيدخلوا قياطنا عاد عاد الدرب الوسطاني هو اللي عامر الجناب عاد الاخوان حنا متواجدين في الدرب الوسطاني تبارك الله المغرب مازال حتى تدخل تبارك الله اللهم يسر وخروفات اللهم بارك الله يسخر الجميع الله يسخر أبي الركاوري
هادو شحال عطاو في هادو؟ لا ماشي ديالك 12 هادو 12 600 درهم باش الله يسلمو الله يحفظك. السوق الاخوان تبارك الله عمر يسخر شحال خلينا 14 700 درهم صافي غير ديالها غير ديالها تيم حضيت شحال كنتو للبيع؟ شحال كنتو للبيع؟ شحال كنتو للبيع؟ 18 900 درهم الله يزيد تيسير الله يرحم الوالدين 700 درهم قاطعينها 900 درهم تبارك الله خرف على الاخوان سمين تبارك الله الله يرضى عليك صافي شحال سامعين هنا خالي؟ 26 مرحبا اخويا ياك كل شيء تهضر لا لا يخطيكم 26 شاري عندو ايوا كل شيء الله قول له الحلقات ما كاينينش طنقه ما كاينش الزواقه ما كاينه 1300 درهم تبارك الله اللهم اسيدي لا 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 مصطفى لا بس بخير حال مليح على مصطفى ايوا كل شيء الله شحال قلتي له شحال 28 او راه قرب ليك صافي مازال بزاف ايوا كل شيء الله 1400 باش تعاون لي الله يسخر كاين شي حبات ناقصين ولكن سلعه زينه تبارك الله هذا صار شوي سلعه تبارك الله عرقانه اللهم يسير المهم الاخوان سوق تيم حضيت المليح تبارك الله دخل اللهم يسير تحياتي للجميع تبارك الله اللهم يسير يعني الاخوان البارح كنا معكم في تطوان واليوم صبحنا سوق تيم حضيت هذا باش ان شاء الله المتتبعين ديالنا ما اللهم يسير تحياتي للجميع والخرفان شحال عطاكم الخرف؟ الخرفان عطاهم 27 27 هذاك ديال الدراويش دابا ديال الدراويش يجيب الله تيسير دابا هذاك الا ديتيه للمدينه شحال باش يوصل؟ هذاك 34 ها؟ تباع ب 34 تمنى في المدينه يعني تباع ب 34 35 يعني اللي داهم غادي تبقى عليه واحد 150 يقمر على واحد 150 درهم 200 درهم يقمر عليها يجيب الله تيسير الله يرحم الوالدين شحال قلتي لهم البيع دابا هذا؟ كنطلبو فيهم 30 1500 الله يرحم الوالدين الله يسخر 1500 خو خالد سمور الله يحفظك لا لا يخطيك سيدي محمد الغزال خالي 29 و100 جملة 29 و100 جملة واش صدر الرجم هذا ديالاش تباع ولا مازال 29 و100 درهم 1455 درهم تبارك الله شحال قلتي لهم اخويا محمد هذا البيت 34 1700 درهم يسال الله الامور الله يجيب تيسير اخويا محمد الله يسخر تبارك الله اللي يسلم مليح اللهم يسلم السلام عليكم الله يسخر من مرقداتي منين اخي فهمتي محضيت هذه شحال عاطين؟ 32 تبارك الله 1600 درهم ديال الدرويش دابا شحال قلتي لها البيع؟ شحال قلتي لها البيع؟ 36 يجيب الله تيسير 1600 درهم قطعة 1800 اللهم يسير ساعتين اخويا تتعلف وتسرح ولا غير العلف غير الكوري غير الكوري تبارك الله الميزان كاين اللهم يسر الله يسر
1250 درهم قطعة 1600 درهم. ما جبتي سير أخويا؟ هاي هاي هاي.